السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الرابعة والباحثين وطلبة الدراسات العليا والمستخدمين لبرنامج الهيكراس. إن شاء الله اليوم وصلنا بهذه المحاضرة إلى كيفية استخدام الجيومتريك داتا أو إلى إدخال البيانات. لحد الآن إحنا كان عملنا بالمحاضرات السابقة هو على الراس مطر. هسه نروح إحنا على مشروعنا نفسه اللي بدأنا به مسبقا أو بالبروجكت اللي يعني نفتحه تلقائيا، فهذا موجود هو امامكم هنا. طبعا قبل ما نبدا بالعمل المفروض نتاكد ان اليونت اللي بنستخدمها، نروح على خيار اوبشن ونقول هنا اليونت سيستم اللي راح نعمل عليها، انت على شنو راح تشتغل السيستم مالتك، الراس مابر باي وحدات دخلتها او وحداتك الثانيه اي وحدات. هسه السيستم انترناشونال متريك سيستم، او اذا كانت وحداتك الدفولت الرئيسيه هي كانت ضمن الفوت انج فتستخدم الخيار الأول. ضروري جدا تتأكد من الوحدات اللي راح تستخدمها أنت أو اللي متوفرة عندك مع الوحدات اللي راح تزود بها البرنامج. ولاحظ من تفتح الواجهة الرئيسية للبرنامج ويفتح لك البروجكت الخاص بك، ده يقول لك هذا البروجكت، هنا يعطيك خيار شنو هي الوحدات اللي خاصة به، هي SI unit. تمام. فهسه راح نبدا اليوم باول خطوه. احنا هسه قلنا اكو خطوه رئيسيه قبل ما نبدا هاي العمليات المسبقه، قبل ما نبدا بالبري بروسيسنج ولا البروسيسنج ولا البوست بروسيسنج، اكو خطوه اول وحده رئيسيه اللي ندخل خريطه العمل او خريطه الموقع الستدي اريا، وتعلمناها بالمحاضرات السابقه شلون انا استدعي خريطه الستدي اريا بعد ما استدعينا الشيب فايل وخريطه الدم الديجيتال اليفيشن موديل باحدث او اضبط، احنا نقول الكريديتي مالتها عاليه والدقه عاليه اللي هي هذه الطريقه. اذا انا هسه مثلا لاحظت هسه بالراس مابر، طيب اكو دكتوره بعض الجيومتريك مثلا انه احنا نسوي جيومتريك جديد امبورتنت غيرها، صراحه اذا استدعيت طريقه الخريطه عن طريق البلاي ليست سويت لك اياها كرييت ديم وتنزلها عن طريق اللانسات مال القمر الصراعي ناسا باور، راح تغنيك عن كثير كثير جدا من الامور، لان راح تنزل لك بدقه جدا عاليه. لكن اذا تريد البرنامج هو يصنع لك اياها، فعندك هاي الاوبشنات، لكن الفيتشرز وغيرها راح تكون دقتها دائما اقل. فانت اذا باحث وتريد ريزلت كلش جيده، فالافضل يعني تشتغل الدم عن طريق الجي اي اس، سواء كيو جي اي اس او ارك جي اي اس، بعد ما تستدعي او تجمع الباندات او المرئيات عن طريق قمر صناعي معين. وحاليا احدث قمر صناعي هو ناسا باور، ينزل لك الدم الى حد دقه ريزولوشن يصل ضمن الشبكه 10 متر، واشتغل مع عليه البلاي ليست كامل كرييت الديجيتال اليفيشن موديل بالكامل ونستدعيها للبرنامج. طيب دكتوره اذا اريد ابين اني على هاي الخريطه مال الدم، اذا انا كانت مثلا هسه لحد الان النهر عندي مشوش، اريد اشوف هل هو الدم مالته صحيحه، الرسم الموجود صحيح، شلون اتاكد؟ تروح على خيار اسم الماب لاير تفعله. طبعا انا مفعلته بس هسه لاحظ هسه راح يتفعل ظهرت. طيب دكتوره شلون افعل هاي الخاصيه واتاكد انه هذا النهر يشبه الرئيسي؟ تروح على الماب لاير تضغط عليه تقول له اد اضف لي الويب ايمرجين، يعني اضف لي الخريطه الطوبوغرافيه الرئيسيه الدوليه جوجل ساتلايت غيرها، هي هاي راح يضيف لك الار جي اي اس نت جيو وورد ماب كله اوكي. تمام هي هاي انضافت. لاحظ هسه هذا يشبه هنا قيمه نفس النهر الممتد من هنا، لاحظ هذا ضمن الناصريه بهذا الشكل هنا هور الحمار الحمار. تمام عيني، فهذا هو اذا الرسم مالتنا صحيح. يعني اذا تريد تتاكد، وهنا عندنا هاي بحيره خاصه ضمن احد الاهوار يسمونها المشحوف، المشحوف مارشز يعني. فلاحظ هسه اذا الغي هذا الاوبشن، لاحظ تلاقيها انت هنا موجوده. اذا شنو معناها؟ معناها انت تاخذ انطباع اولي انه الدم اللي انت منزلها بشكل رئيسي هي دم نوعا ما الدقه مالتها جيده جدا. فهذا الخيار اردتك انه انبهك عليه قبل ما نبدا. تمام، من هذا الخيار الماب لاير هذا حتى تتاكد من الكريديتي مالت عملك. هسه لهنا الراس مابر دخل عندنا بالبرنامج، فنلغي هذا الاوبشن. نروح على اول عمل اليوم، احنا راح نتعلم شلون راح نرسم ريفر نهر. هسه نقول له اديت جيومتريك داتا، او منا نختار من الخيار السريع هذا من هنا، اكو الخيار السريع اللي هو هنا رسم النهر، او تريد انت تفتح الجيومتريك داتا بصوره عامه، منا تفتح الجيومتريك داتا. هل هني الحالات ايش راح تحتاج جيومتريك وتعطي حالات الجريان، هل هو جريانك ستدي داتا لو ان ستدي لو كايسي ان ستدي اللي هو خاص بالسيدمنت
اذا كان عملك سيدمنت، وكذلك بيانات السيدمنت اذا تشتغل انت ضمن السيدمنت، اذا كان عملك او تقييم نوعيه مياه ووتر كواليتي داتا. فهذه الايديت تتصنف ذني ثلاثتهم، ذني الاوبشنات كلهن ضمن الايديت، هذه يسمونها بري بروسيسنج اللي هي العمليات او بيانات الادخال. تمام عيني، بيانات الادخال، الران اللي هو البروسيسنج يتضمن ذن كلهن، والفيو اللي هو البوست بروسيسنج او احنا نسميه الريزلت. تمام. هسه نجي احنا اليوم عملنا راح يكون ضمن الحاله الاولى اللي هو البري بروسيسنج اللي هو العمليات بيانات الادخال. اول شيء ندخله والجيومتريك داتا. هسه احنا اول اوبشن شو اشتغلنا؟ دخلنا الراس مابر. طيب دكتوره شنو حنستفاد من احنا دخلناه هنا وراح لاحظ هسه احنا راح نروح اديت جيومتريك داتا. لاحظ بالجيومتريك داتا راح تلاقي تلقائيا مستدعي لك الخريطه اللي انت رسمتها بالراس مابر، بينما لو انت ما راسمها راح تلقى هذا الاوبشن فارغ. تمام عيني. فهو هاي اول فقره ضروريه. نجي هسه احنا اول خطوه راح نتعلمها بمحاضره اليوم هو رسم النهر الريفر ريتش. اول شيء لازم، لان البرنامج ما راح ياخذ بنظر الاعتبار هذا النهر، راح انت تنطيه خيار النهر وين ترسمه، ترسمه على النهر الرئيسي. لاحظ هسه احنا هنا رسمنا، راح نبدي مثلا من هذه النقطه. لاحظ هسه من هذه النقطه راح نبدي نرسم بهذا الشكل، هو يكون عباره عن قلم، وتقدر انت كنترول بي باستخدام الماوس راح يسهل لك الامر. تمشي على النهر الرئيسي اللي انت وين تريد تشتغل ضمن هذا العمل. تمام عيني. هذا هنا لاحظ هسه راح نستمر بهذه الصيغه الى ان نكمل نهرنا. وين احنا نريد نوصل؟ تمشي على الخريطه الطوبوغرافيه الاصليه اللي راسم لك اياها. ليش؟ حتى تطلع تعرجات النهر بنفس النهر الاصلي. لاحظ هنا بنفس النهر الاصلي، هذا هو تعرجات النهر بنفس النهر الاصلي. هذا هو هنا صراحه نستمر احنا بهذه الصيغه. طوبوغرافية النهر الأصلي، topography of river، وين امتداده إلى أن يوصل إلى مثلاً منطقة معينة water shade غيرها. تمام عيني. لاحظ هسه احنا نستمر بهذه الصيغة. بإمكانك تقطع في كل مكان معين جداً طبيعي. هسه وصلنا لهنا، هسه من وصلنا لهنا راح اضغط ضغطتين كليك. لاحظ هنا أنا اضغط ضغطتين، هسه اقول لي سميه النهر. ايش راح انطيه مثلا؟ اريد تسميه للنهر، فراح اسميه اقول له مثلا الحمار. جيد ابن هذا اسم النهر. تمام. ليش يطلبون عندك هاي التسميات؟ حتى انت من ترجع للعمل مالتك اذا كان بروجكت رئيسي وبعدة تفرعات، انهر فرعية انهر رئيسية، ما راح احنا نضيع به. تمام عيني. الريتش شنو هي؟ هو مثلا الحمار نفسه، انا اذا اشتغل ضمن هور معين او يعني انت تعطيه تسميات احنا نسميها التسميات الجغرافية بعد ما تاخذهن من مو، يعني هاي التسميات خاصة بالموقع مالتك. هذا النهر اللي انت تدرس عليه عملك الستدي ايري شنو اسمه؟ الريتش مالت الفرع شنو اسمه؟ تمام عيني. تنطيه تقول له اوكي. هسه يقول لك the extent of the data are pointed that the current skim اللي انت extend some of the picture on the river reach may be not visible. Do you want to increase the skim؟ نعم، تقول له حتى يزيد لك الدقة مالته. هذا هو. لاحظ شنو سمى؟ هسه ظهر لك الاسم هنا، هذا الاسم شنو اسمه؟ حمار. هنا شنو انطى؟ حمار river بهذا التسمية. طيب دكتورة أنا أقدر أتحكم بخواصه للنهر اللي رسمه؟ أقدر أتحكم بخواصه؟ هذا هو امتداده. هسه إذا نصغره هذا هو امتداده مسوي هنا. تمام عيني. فهسه إذا نرجع النهر نفسه،
النهر، اذا اقدر انه اعمل له مثلا اكو بعض الاوبشنز انه اغيرها به مثلا كقيمه اديت عندي نضيف بوينت. احنا قبل ما نضيف جكشن بوينت دا يلاحظ اهم شيء تنتبه شلون انطاك السهم هنا من هذا الاتجاه، دا يقول لك انت بديت من هذا الاتجاه وصولا الى هذا الاتجاه، اذا هذا اتجاه النهر مالتك تمام عيني، وهاي المنطقه اللي انت رسمتها ضمن النهر فهو حوطها احنا نسميها بدائره معينه تمام عيني. هاي ضروري الموضوع جدا تنتبه له بهذه الخواص. اذا اول فقره سواها لك هو رسم لك النهر او انطاك التسميه مالته الخاصه به هنا. طيب دكتوره اقدر انه اني نفس النهر انطي بعض الخيارات، يعني انه مثلا اغير مثلا هسه هنا النهر اللي عندي الموجود المرسوم اقدر اتلاعب بخواصه مثلا، اقدر انه اغير بين بعض الخواص المعينه يعني كاوبشن غيرها اقدر اغيرهن بي؟ لا ما اقدر اغير. اي نعم بسهوله تقدر تغيرهن بي تمام عيني، تقدر تغير النهر وامتداداته بي بالكامل تمام، بعد ما تاخذ خيار احنا نسميه الاوبشن الخاص بي. سو هسه انت بهذا الخاصيه اذا رسم عندك اي اوبشن خاص بالنهر تقدر تلغيه تلقائيا. نجي على الخيار الثاني اللي هو إضافة الجكشن بوينت. الجكشن بوينت شو تقصد بيها؟ أو أنا أفضل ناخذها بمحاضرة واحدة يكون أفضل، اللي هو إضافة الإدت الجكشن بوينت راح ناخذها بالتفصيل على محاضرة قادمة إن شاء الله. هسه محاضرتنا لهذا اليوم كيف ترسم النهر الريفر ريج. بعد ما تضع الخارطة الرئيسية اللي هي ضمن مدار عملك راح تقدر أنت ترسم البروجكت مالتك اللي خاص بك ضمن الداتا أو البيانات اللي أنت راح ترسمها أو تبينها. لاحظوا هسه هنا هذا بهذا الاوبشن نقدر احنا نبينها ونوضحها لك بشكل افضل حتى انه تكون ضمن المدار. هسه هنا فول بلوت هذا الرسم الكلي، لاحظ هذا هو الرسم الكلي امامك هنا. هسه نجي هنا النهر هذا تلقائيا شنو اسمه يعطيك تسميته، شلون ترسم البروفايل بلوت مالته راح ينطيك اياها، راح يعطيك الرسم الاليفيشن مع الميد شانل تمام. تقدر انه ترسم البروفايل مال النهر، يعني النهر ايش قد الاليفيشن والمين شانل ديستنس، تقدر هنا توضحها تمام عيني. اذا تقول له بلوت انه ارسم لي اياه وياخذ نقطه ليجنس، هسه راح نتعلمها شلون راح نرسم الفايل، تقدر تنطيه الفايل من هنا تمام عيني وراح يرسم لك اياه هنا كرايت يعني كقيمه بالكامل، انه تقدر انت ترسم البروفايل مال النهر، يعني هذا النهر شلون البروفايل تيبل القيمه الخاصه به. بعد ما تنطي قيمة البروفايل تيبل تقدر أيضا توضحها هنا وترسمها ضمن الخواص مالته ضمن النهر والريش البروفايل مالته، تقدر تنطي قيمة الكيو توتال بكل قيمة بالستاندرد تيبل أوتبوت، هاي يفيدك بقيم الأوتبوت. بعدين مو راح تطلع لك عندك قيم أوتبوت، فهاي أحد القيم اللي راح تظهر لك تمام. هاي الدائرة مجرد يحوط لك بيها يقول لك إنه الأوبشن عمله ضمن هذا الامتداد بهذه الصيغة تمام. الريفرس ريفر تكست ينطق ياها الرسم الثلاثي هاي كريزلت، بالريزلت ان شاء الله راح تشوفهم بالكامل بالريزلت ضمن البوست بروسيسنج راح تلاحظهم بالكامل، ممكن اكو بعض الاشياء لحد الان تكون مبهمه عليك. فمحاضرتنا لهذا اليوم كيف رسم الريفر. لاحظ هسه انت شنو فائده اول خطوه تستفاد منها هو رسم النهر على النهر الاصلي او طوبوغرافيه النهر الاصلي بهذه الظاهره تكون امامك حتى نعمل عليها. أتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحة أمامك. محاضرة الجكشن راح ناخذها على نقطة الالتقاءات أو التقاطع راح ناخذها على المحاضرة القادمة إن شاء الله. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن الريفر ريتش إلى الآن هو أصلاً خطوة بسيطة بس حبيت أنوه عليها محاضرة واحد حتى تصير المحاضرات وإن كانت قصيرة لكن متسلسلة. إذا عندكم لحد الآن سؤال تقدرون تراسلونا على القناة. نلتقي بكم إن شاء الله على المحاضرة القادمة. دمتم